لو رجعنا تاني للصور وابتدينا نلف في الصور هنلاقي فيه بلوك باب زي كده كان موجود بحيث ان احنا نختاره او نختار الباب التاني واللي هو ده. الباب ده هيكون موجود في الباب الرئيسي اللي هو باب الفيلا، وكذلك هو اللي موجود برا في السور الخارجي. يعني اي باب هيكون عندنا في الفيلا هنحط فيه البلوك ده. البلوك ده اقدر اعمله بسهولة جدا زي ما عملت بالظبط الجزء الخاص بالكاسرات، هنعمل ده برضو. لو نزلنا كده نقدر اعمله هنا. لو خدت السور الخارجي ده ايزوليت، انا عارف دلوقتي الحدود بتاعتي فين. محتاج طبعا زي ما احنا خدنا بالنا اول مرة ان الفلور جينيريتور بيشتغل على السبلاين، فانا رحت من كرييت هروح على شيب، من شيب همسك ريكتانجل، ومن ريكتانجل هبتدي ارسم ريكتانجل هنا. زي ما اتفقنا الريكتانجل هيترسم على الصفر، فانا محتاج اطلع طب وابدأ اخرجه بره بالشكل ده كده. تاني حاجة انه الارتفاع بتاع الباب هيكون 2.20 متر. لو انت عايزه 2.5 متر بالشكل ده مفيش مشكلة، ولكن احنا عايزينه هنا 2.20 متر بالشكل ده كده. وابدأ انزله من تحت كده على اول السور من تحت من هنا كده. العرض بتاع 2.20 متر انا محتاج اعمل ضلفة واحدة بس، عشان في الاجزاء اللي ممكن احتاج فيها ضلفة يبقى انا معايا ضلفة واحدة. لو احتاجت 2 اقدر اعمل سيمتري. زي ما انت شايف عرض الفتحة تقريبا 2 متر، فانا هعمل الفتحة الواحدة متر بالشكل ده، ويبقى انا لو احتاجت ان انا اكررها هكررها جنبها او اعمل لها سيمتري بالشكل ده كده. اول حاجة محتاج بس البضي الاساس بتاع الباب او الاكسترود، لو هنقول ان هو سميك فهنقول 7 سنتي بالشكل ده كده. بعد كده محتاج اخد منه شيفت موف، هقول له اوكي، مش محتاج انستنس، هقول له بس كابي، هقول له ديليت للاكسترود الجزء الخاص بالباب نفسه، بس ممكن اديله درجة لون بالشكل ده. بعد كده هاخد الفلور جنريتور، اقدر ان انا اعمله ممكن منتهى البساطة بس ترجع تاني تاخد الجزء ده، تاخد منه الموديفاير كليك يمين كابي، بعدين ترجع تحطه تاني هنا بيست بالشكل ده كده. بعد كده تقدر تمسك الجزء ده وتبدأ تغير في الأبعاد بالشكل ده كده، تمام. قول له طب زد. بعد كده هبدأ اخد الفلور جينيتور ده ورا بالشكل ده كده. مش محتاج طبعا كل العمق ده، فالاكسترود بتاعي ممكن اعمله مثلا 4، الباب نفسه ممكن يبقى 6، بحيث يبقى كامل الجزء ده 10 سنتي. الباب سميك شوية، هاخده بس موف كده، وبعدين هاخد الاتنين مع بعض والله محتاجهم يكونوا جروب. ارجع تاني بس اخلي الاجزاء دي تكون بلون مثلا اسود بالشكل ده كده، هقول دول جروب مع بعض، هقفل الجروب تاني. بعد كده ابدا احركه بس ورا بالشكل ده كده. لو نلغي الايجي فيس ده بيكون الوضع بالنسبه لي. اقدر حاليا اعمل له سيمتري، لو مسكت الجزء ده اقدر اقول له سيمتري، هو بيعمل نسخة تانية من البلوك اللي انا ماسكه. بمعنى لو انا مسكت السيمتري ده فتحت السهم وانا نزلت على كلمة ميرور، بتلاقي هو بيعمل نسخة تانية من البلوك، كل ما بتقربها منه بيلحم في بعضه، فبالتالي تقدر تصغر البلوك بالشكل ده او تقدر تكبره بالشكل ده او تقدر تفصله عن بعض. انا مش محتاج البلوك يكون تحت، انا محتاج سيمتري ناحية اليمين، فممكن ابدأ اعدل بس كده، بدل الاكس لتحت ممكن اخليه واي، فبالتالي هو عمل لي نسخة بالشكل ده كده اهي. انا عايزها تبقى الناحية التانية، هقول له فليب. لو انا جيت يمين هتلاقي هو بيعمل لي نسخة تانية فعلا، محتاجة بس تقرب بالشكل ده كده. ممكن اخد البلوك هقول له ايزوليت، محتاج هنا الدايرة دي، محتاج اعمل مقبض الباب. مقبض الباب بيكون على ارتفاع متر، اقدر ان اعمل ممكن اعملها من ال 3D او من ال 2D اللي هو الجزء الخاص بالمقبض اللي هنا ده. طبعا انا طبعا بما ان هنا يعني مش حابب ان انا اعمل دايرتين كبار كده، فممكن اعمل دايرة واحدة بس وتبقى الدايرة نصها يمين ونصها شمال. بمعنى ممكن اقدر اعمل بالشكل ده كده سلندر. سلندر لو طلعت من الطب هي بالشكل ده كده، مش محتاج كل العمق ده، اعتقد
4 سم كافي. هبدأ أخدها بس أحطها في السنتر. فعلا الفكرة أنه مش حابب يعني يكون في دايرتين في نفس الباب هنا، فبفكر ان هي تبقى واحدة بس في السنتر كده، تبقى نصها يمين ونصها شمال، نصها بيفتح اليمين ونصها بيفتح الشمال. في تكسير كتير جدا هنا في السلندر بتاعتي، فانا اقدر ازود الخطوط الجانبية اللي هنا. لو مش واضحة معاك ايجي فيس، ابدأ ازود هنا، هتلاقي ان التكسير اللي كان هنا اختفى. ممكن اخليها باللون الاسود. حابب تضيف تفاصيل شوية، ممكن تضيف دلوقتي الدوائر اللي هي الداخلية اللي هنا دي سيجمنت، وبعد كده تعالى محتاج تمسك كل الاجات اللي جوه دول تعملهم اكسترود. ده اقدر اعمله ازاي لو انا ضفت ايديت بولي؟ بس عشان اعمل سيلكت للاجزاء دي بشكل سريع، ممكن اروح هنا من السيلكشن وابدا اغير بس شكل السيلكت للبخاخة دي. بمنتهى البساطة اقدر امسك كل الاجزاء اللي هنا دي بالشكل ده كده، بعد كده اقدر اضغط شيفت واسحب لقدام فبيعمل اكسترود بالشكل ده. كده كده الجزء ده مش هيكون واضح معايا في الريندر، في هنا اجزاء عملت لها اكسترود معايا، فممكن ارجع شيفت موف شيفت موف تي توب زد. كده كده الاجزاء دي مش هتكون واضحه معايا، ابدا اخدها بس موف لورا بالشكل ده كده. هغير تاني بس السلكشن لريكتانجل وهبدا امسك الجزء ده اخده لورا بالشكل ده كده. وعشان المقبض بتاعي يظهر بشكل كويس ممكن ادي بس شامفر، فبالتالي بيشفت الحواف بالشكل ده كده. بيساهم شوية في تظبيط الإضاءة على البلوك، على القطعة اللي أنا عملتها. مش محتاج سنتي، ممكن نص سنتي بالشكل ده. السيجمنت ممكن تبقى 2، فبالتالي بينعم شكل الإضاءة بيختلف على القطعة دي شوية. حاليا ممكن أضيفها للجروب أو أعمل جروب جديد، بحيث إن أنا محتاج الجروب اللي هو أقدر بس أتحكم فيه بالشكل ده كده. لو محتاج ضلفة واحدة أو 2، فهعمل كل الأجزاء دول اللي هما الجزئين المقبض بالباب دلوقتي جروب تاني بالشكل ده كده. هرجع من الأيزوليت، ده شكل المقبض، يمكن مش واضح شوية بسبب درجة اللون الأسود. ده شكل المقبض بالشكل ده. لو لغيت الإيدج فيس بالشكل ده كده، أقدر بس الحاجة الكويسة أقدر بس أتأكد دلوقتي إن هو على ارتفاع متر. أمسك المقبض، لا هو مش على ارتفاع متر، أنا هخليه على ارتفاع متر بالظبط بالشكل ده كده. هقفل تاني الجروب، تمام. ده تقريبا نفس ده، اقدر اخده كمان شيفت موف مش انستانس كوبي، لان محتاج احطه هنا جوه، اقول له ايزوليت. محتاج بس اخد الطابق نفسه، مش محتاج اخد البلاطه، ولكن مفيش مشكله حاليا. اقول له بس واير فريم، وهبدا اخد الباب هنا بالشكل ده كده. محتاج اتاكد ان هو في الارتفاع المناسب له. ده كده مكان الباب. محتاج اظبط الجزء العلوي اللي فوق الباب هنا، هو الجزء ده. هقول له بس open للحوائط، همسك الجزء ده هعمل له اكسترود، هعمل edit bully لانه هو خاص بكل الاجزاء دي، ما اقدرش اتحكم في الارتفاع بتاعه بس لانه هيتحكم في كل الاجزاء. فعشان كده عملت edit bully، اقدر امسك البوليجون الخاص بيه هنا وابدا اخده موف لتحت. ممكن اروح من الرايت وابدا اخد موف لاول الباب بالشكل ده كده. لو مسكت الاجزاء دي تاني وقلت له كلوز ورجعت تاني، ده هيكون شكل الباب تحت. كذلك محتاج ضلفة واحدة بس ناحية اليمين هنا، اقول له كوبي واقول له اوكي. محتاج اقول له اوبن، هنا مش محتاج غير ضلفة واحدة بس فهلغي السيمتري وهبدأ اخد الضلفة دي هنا. بس للأسف الضلفة الواحدة مش كفاية، فبالتالي هعمل ايه؟ هفعل السيمتري بس همسك الميرور وابدأ اسحبه لجوه شوية بالشكل ده كده. يهمني بس منطقية التوزيع هنا، يعني وانا برجع كده دي صغيرة قوي، فهبدأ ان انا اكبرها شوية، او ممكن اخد الجزء ده كده بحيث ما يحصلش تشوه في قطعة. الزيادة اللي هنا مش هتكون مضرة بالنسبة لي في حاجة. المقبض هسيبه هنا، لكن لو حبيت تخفي الجزء ده خلاص خليك بالشكل ده هنا كده، يعني تشوه لحد ما مش هيظهر قوي هنا. لو انت شايف ان هو لا مقلق، ممكن تضيف ايدت بولي، تمسك الاليمنت ده وتعمل له ديليت، بعد كده تطلع توب زد تاخد الاليمنت السليم، تقول له شيفت كنترول شيفت وموف وتحطه في السنتر بالشكل ده كده. اوكي، بعد كده هقفل الجروب. محتاج اخد ضلفة الباب دي احطها كذلك في الجزء اللي هنا، واير فريم في باب هنا، هبدا اقول له روتيت. محتاج اعكس دلوقتي المقبض بتاعي، هقول له من هنا تولز اسمها ميرور، ضغطه واحده بس بيقول لي انت عايز تعمل ميرور في اي اتجاه.
هقول له في اتجاه الاكس واقول له اوكي. هبدا اخد الموف بالشكل ده كده واحرك الباب بتاعي هنا، وهرجع تاني افتح الجروب، ومن جوه من هنا هلغي الايديت بولي، وابدا برضو اتحكم ان الغي مثلا السيمتري، فهيديني هل هيديني حجم الباب المناسب؟ اعتقد اقدر اتحرك موف شويه كده، ايوه تمام. اقدر اخد المقبض ده يمين شويه، اقفل الجروب. الباب اللي هنا محتاج يترفع موف لفوق شويه، ديفولت شيدد، اقول له لو سمحت بي برسبكتيف وزد، محتاج الباب ده يكون فوق كده شويه. الباب ده بالظبط مكانه بان انت بتعمل عدد السلالم اللي هنا وترفع الباب ده هنا في مكانه بالظبط، ولكن حاليا مش محتاج ان انا اظبط قوي هنا، بالتالي هقول له بس بي زد. محتاج الجزء العلوي ده يتظبط شويه، يتقفل على الباب، امسك ده اقول له اوبن، امسك الجزء العلوي من الايديت بولي، ممكن امسك الفيرتكس، امسك كل الفيرتكس دول، شايف دي في واحده قصادها الناحيه الثانيه، شايف دي في واحده قصادها الناحيه الثانيه. لو انا ماسك الاربعه بتلاقيه هو واقف في السنتر، لو انت ماسك بس اتنين كده او ماسك واحد وماسك دول فانت بتلاقيه مش في السنتر. لو في السنتر بالظبط يبقى انت ماسك فعلا الاربعه. هنزل بيه تحت شويه كده، اوكي. حابب تعمل السلالم اللي هنا، فانت تاكد ان الباب ده ارتفاعه هيكون نفس ارتفاع الباب اللي هنا، يبقى انت محتاج بس تفتح اوبن للدور ده وتاخد السلالم دي تحطها هنا، تقول له بكوبي، تقول له اوكي بس، مش محتاج اكتر من كده. احط اول سلمة بس موف كده، محتاج اخد اول سلمة هنا، طبعا مش محتاج حاليا الجزء ده. قدامك حل من اتنين، يا اما تمسك الفيرتكس دول تقول له دليت، يا اما تاخدهم موف لجوه بالشكل ده كده. كذلك الناحية التانية لو انت عايز تظبط قوي ده بالشكل ده كده، وتاخد دول كمان تحطهم على اول الجزء من هنا كده، هنا تبدأ تظبط الاجزاء دي كده. حركت الفيرتكس لتحت، هلغي السلكت عن الفيرتكس دي وابدا اخد موف، هلغي السلكت دي واخد الباقي موف، هلغي السلكت دي واخد الباقي موف، هلغي السلكت دي واخد الباقي موف هنا. بعد كده الخط ده اللي هو خلاص الجزء الخاص بالمكان كله اخده للاخر هنا، ممكن كمان لهنا، وهبدا اخد الفيرتكس دي اللي هما الاثنين دول اللي تحت بعض اخدهم هنا. بكده انا عملت الجزء ده كمان، تمام. فتحه الباب دي المفروض تكون بدايتها تحت هنا. كل ده كده كده مش هيكون واضح معايا ومش محتاجه زي ما اتفقنا، ولكن بما انه الموضوع بسيط فممكن نعمل. همسك الجزء السفلي اللي هنا وهتاكد ان انا ضايف ايديت بولي على الاكسترود عشان ما اتحكمش في كل الاجزاء مع بعض. هبدا اخد ده اخده موف لتحت بالشكل ده كده، والارتفاع يعني هيكون نفس ارتفاع السلالم اللي هنا. يعني انا عندي كام سلمه؟ 1 2 كده، يبقى 30 و30 60. اذا انا عايز اضيف هنا اكتب هنا 60، فاذا الارتفاع هنا ده كده مساوي بعضه بالظبط. اقدر اخد الباب حاليا تحت بالشكل ده، واقدر اخد الجزء العلوي ايزوليت هو والباب، اقول له فرونت او ليفت او رايت براحتك، وابدا اظبط الارتفاع بتاع الجزء العلوي للباب من ايديت بولي، امسك الفيرتكس اقدر اسحبها هنا تحت بالشكل ده كده. امسك كل دول اقول له كلوز، لو في حاجه جروبات اقفلها. ابدا اقول له ارجع من الايزوليت الاجزاء، طبعا باقي الفيلا مش محتاجه، يعني الابواب اللي هنا او حتى الموديل اللي هنا ده طبعا مش هيبان معايا، مش محتاجه. في هنا مشكلة ظهرت، ان ارتفاع الشباك بتاع التويلت اللي هنا مش نفس ارتفاع الشباكين التانيين، فمحتاج بس اظبط الارتفاع شوية هنا. لو خدت دول كده الحوائط مع الشبابيك قلت له ايزوليت، لو متذكر انا كنت رفعت الشباك اللي في الواجهة الاساسية اللي هنا بحيث يتناسب بس مع الفتحات اللي هنا، تمام. لكن هنا مش محتاجه مرفوع بالشكل ده كده، فممكن اروح باك بالشكل ده كده. هبدأ افتح جروب الحوائط، كمان الشبابيك ابدأ افتح الجروب بتاعها، محتاج اظبط ده تحت شوية، فبدايتي هتبقى بالجزء العلوي اللي هنا، انا اظبطه مع ده، تمام. هروح من هنا اقول له ايديت بولي، الايديت بولي هبدأ امسك الجزء ده اقول له محتاجه يكون هنا، بعد كده هظبط الارتفاع بتاع الشباك بتاع التويلت، وبعد كده الجزء السفلي اللي هنا هتاكد ان انا عامل اوتيت بولي، هبدا امسك الفيرتكس دول انزل تحت هنا بالشكل ده كده، بالنسبه لي افضل. كلوز تاني، تمام. المظهر افضل كتير، بي زد في جروب لسه مفتوح، سيلكت كلوز بالشكل ده كده. محتاج الغي الايدج فيس، هاخد بس التولز بتاعت الزوم من هنا واضغط في المشهد وارجع لورا شويه. ده كده شكل الفيلا بعد ما انتهينا من الموديل بتاعها، وبكده في المرحله دي يبقى انهينا الموديل الخاص بالفيلا. بالنسبه للفيلا نفسها لسه بس الجزء الخاص بالماتيريال، والجزء الخاص بالاضاءه، والجزء الخاص بالرندر. اللي باقي بس هي اللاندسكيب، واللاندسكيب هتكون بسيطه جدا، مش هنهتم بيها قوي لان مش موضوع الشغل اللاندسكيب اللي حوالين الفيلا، هنعملها بس لمجرد ان احنا نعمل رندرنج للفيلا، فهتكون بالنسبه لنا مش الاهتمام القوي
ان احنا نقعد نظبط فيها كتير. هنعمل حاجات بسيطه بس تساعدنا ان احنا نعمل ريندر، وبعد كده هندخل على مرحله الماتيريال واللايت والريندر. هنبتدي مع بعض كده في اللاندسكيب، ان شاء الله هتكون بسيطه جدا. هطلع من الطب، بعد كده هروح على الموديل بتاعتي، هروح على فولدر الموديل، هتلاقي فيه هنا موديل لطريق، هو ده اللي هنشتغل بيه. احنا محتاجين طريق بسيط قوي، فاحنا مش محتاجين كل الشغل اللي موجود في الطريق ده، فهنبدا ناخد بس الاجزاء اللي محتاجينها. ده الملف المضغوط بتاعه، هتلاقي دايما البلوك بتاعي اللي بنزله، بنزل صوره معاه بنفس الاسم بالشكل ده، بحيث انك تعرف ان ده اللي جوه هنا. دبل كليك عليه كده هيفتح معايا البلوك. البلوك دايما هتلاقي فيه صور بالشكل ده كده، والبلوك بتاعك، البلوك بتاعك تعالى خده هنا، فكيته هنا تمام، بحيث بس ان الداتا بتاعتي لو انت عندك داتا موجودة على هارد تفضل مرتبة وتفضل فعلا مضغوطة بنفس النظام ده تمام. طيب لكن اللي انا محتاجه بس ان انا هفك البلوك ده، هاخده مرة ومش محتاجه بعد كده تاني، همسحه لان انا معايا الاصل اللي هو ده. طيب بالنسبة بقى للبيت ماب للخامات، لان البلوك ده له خامات، طيب انا محتاج انه لما ابدأ ادخلها في المشروع عندي هنا تكون متعرفة، ما يبقاش فيه مشكلة بالنسبة لها. اعمل ايه؟ يعني انا محتاج ده الطريق ده الخامات بتاعته تكون متعرفة هنا جوا عندي في الفايل. كل اللي هعمله هضغط كليك يمين هنا في الفولدر وهقوله محتاج اعمل بس نيو فولدر، سميه باي اسم، ممكن اسميه ماب واضغط انتر بالشكل ده. ده معناه ايه؟ ده معناه ان اي صورة محطوطة هنا الفايل ده هيقراها. ده هيسهل عليا جدا، هيسهل عليا لو انا بشتغل تيم وورك على شبكة، فبالتالي البيت ماب كلها موجودة في الفولدر ده. اي حد هيحط فايل ماكس هنا ويشتغل فيه هيحط البيت ماب بتاعته هنا، بحيث في النهاية لما نجمع كل الفايلات دي في فايل واحد ونبتدي نعمل عملية ريندرينج يبقى مفيش مشكلة. ده كمان مفيد لو الجهاز لا قدر الله حصل فيه اي حاجة، تقدر تاخد الفايل ده والفولدر ده وترندر في اي جهاز تاني، مش هتحتاج تعمل عملية تعريف للمابس. النقطة المهمة انه 3D Max مش هيتقل معاك مع مرور الزمن. يعني ايه؟ يعني بعد فترة انت كل ما بتعرف بيت ماب داخل الماكس بطريقة مختلفة عن الطريقة دي، بيبدأ 3D Max يتقل معاك مع مرور الزمن بكتر تعريفات للمسارات، بالتالي انت برضو بتبعد عن النقطة دي. هعمل سيلكت على كل البيت ماب دي، باخد اول واحدة وبضغط شيفت وبختار اخر واحدة وبفكها هنا، بعد كده كمان باخد دول في عندي هنا بالشكل ده كده. لو انا خدت اللينك من هنا وعملت ميرج للفايل ده هيدخل معايا ومفيش اي مشكلة. هفتح الماكس اقول له فايل امبورت ميرج، المرة دي بعمل ميرج لاني هدخل ملف هو دوت ماكس، هضغط دوت ماكس زي دي كده بالظبط، اقول له كنترول في انتر، اختار البلوك بتاعي زي ما انت شايف واقول له اوبن، بختار كل الجروبات، انا محتاج ادخل كل الكلام ده، لازم اقول له اول واضغط اوكي. لو انت عارف انت محتاج اي جزء فيهم اضغط عليه وقول له اوكي، انا ما اعرفش فبالتالي هقول له اول واقول له اوكي، بالتالي هو دخل لي كل الملفات دي بالشكل ده كده. انت هتختار المناسب ليك للمكان هنا واشتغل بيه. طيب هما دلوقتي كتير وداخلين بالالوان مش داخلين بالخامات زي ما انا قلت، ده ليه؟ لانك لازم تروح من ديسبلاي من هنا هتلاقي في حاجه اسمها شيدد اللي هي ديفولت شيدد. انا دلوقتي بشتغل على ديفولت شيدد، فبالتالي هقول له بلاش اوبجكت كولر، خلينا ماتيريال شويه، وبيحمل الماتيريال وبتلاقي كل حاجه شغاله معاك بالشكل ده كده. حاليا انا محتاج الجزء ده لان هستغله بان هي ركنه قدام الفيلا وهركن فيها اي سيارة هتكون موجودة عندي. يعني انا عندي هنا سيارتين بالشكل ده كده هركنهم فيها. كل الحاجات دي ما هي الا اظهار مش اكتر، يعني بظهر الشغل بتاعي. انا فعلا ما معيش مكان الشارع ده مقاسه كام، ولا معي اي معلومة عن الشارع، ولا محتاج ان انا اعمله، لان انا مش موضوعي خالص موضوع اللاندسكيب، لا انا بس بعمل حاجة ابين بيها المشروع بتاعي. هعمل سيلكت على الاجزاء اللي انا مش عايزها وهقول له ديليت، بعد كده همسك الشارع اللي محتاجه ده وهبدأ أقول له أوبن، مش محتاج الجزء ده ومش محتاج إطلاقا الأعمدة بالإضاءة بتاعتها، كذلك ده كذلك ده كذلك العمود هنا، ممكن الإضاءة دي مش عايزها والإضاءة دي كذلك مش عايزها ولا دي عايزها، بالتالي هعمل بس سيلكت على الطريق وهقول له كلوز بالشكل ده كده. بقى معايا بس طريق، هبدأ أخده موف هنا وهبدأ أقول له روتيت، هبدأ ألفه، وزي ما اتفقنا احنا خلاص مفعلين الأنجل سناب، فكل لفة بلفها بتلف 5 درجات. هبدأ أخده أحطه هنا بالشكل ده كده بالشكل ده، لو عايز تظبطه قوي ممكن بالسناب كده أبدأ أظبطه هنا كده، وأبدأ أحرك بس شوية كده أسنتر بس الجزء ده، أو لو أنت محتاج تكبره مفيش مشكلة ممكن أخده هنا كده، يعني أخد الجزء ده هنا أبدأ أقول له سيمتري، مش على الزد أكيد على مثلا الواي. أوكي بالنسبة لي ده كده مرضي، يعني بس كبرت بس المسافة دي، حابب تصغر شوية ممكن تاخد تصغرها شوية بالشكل ده كده، يعني كان ده حجمها
ده حجمها شوية، بحيث احط هنا بس العربية، هنا اركن عربية هنا، وفي عربية مثلا بتتحرك في الحارة دي، محتاج اظبط الارتفاع بتاعه، اتأكد بس ان الارتفاع بتاعي مناسب للارتفاع بتاع الجزء اللي جوه، مناسب برضو كذلك الارتفاع الاحواض بتاعت النباتات، هقول له ايزوليت للثلاثه دول مع بعض كده. محتاج بس انزل من هنا كده فرونت، زي ما انت شايف ده عالي جدا، عايز بس تقول له واير فريم عشان الموضوع يبان. هو اللي باللون ده، هو اللي باللون الابيض ده، هبدا اخده موف تحت شويه، بعد كده هاجي بالسناب اخد الجزء ده احطه فوق هنا. تمام، اعتقد كده احنا ظبطنا كمان الارتفاع. ممكن ارجع تاني بزد بالشكل ده كده، هيكون في عندنا لقطة هنا، اللقطة دي هيكون فيها هنا سيارة واقفة، في هنا نباتات ونباتات وسيارة مسرعة هنا، هنا هيكون كده في زي صخور او جبل كده ورا هنا، وبعد النباتات الزرع الصغير، وفي شجر مثلا او شجرتين بس لزوم ان انا اقفل المشهد بتاعي. حاليا برضو انا مش محتاج الخامات، بس حبيت اوريها لك عشان ابين لك انه الخامات لو انت حطتها في الفولدر زي ما احنا اتفقنا هنا كل حاجة هتبقى ماشية معك تمام، لو ما حطتهاش هنا البلوكات هتدخل ومش متعرفة. طبعا ده مش معناه انك تاخد الفايل ده تحطه جوه، لا، انت لما بتيجي تدخل على ماكس بتلاقي فيه الفايل بتاعي بتاع الشغل والفايل بتاع المابس، هنا ببقى بفك الملفات الماكس نفسها، بعد ما بخلص شيفت ديليت بمسحها، مش محتاجها خلاص لان هي خلاص بقت موجوده داخل الماكس هنا. كنترول اس ما انساش ان انا اسيف، ما بسيبش فايلات الماكس زي ما انا قلت هنا عشان بس المساحات، لان انت بعد فتره بتلاقي ان المساحات عندك اتملت، مش محتاج الملف المضغوط خلاص. لو محتاجين حاليا كمان ندخل الستاره، فاقدر ان انا اضغط دبل كليك على البلوك هنا، هبدا اخد البيت ماب كلها واحطها في الفولدر بتاع المابس، هاخد الموديل نفسه هفكه هنا، هاخد اللينك من هنا اقول له كوبي عشان بس ما اقعدش الف كتير على الموديل. محتاج احط الستاره ورا الازاز هنا بحيث ما يبقاش شفاف، ممكن اخد كل الازاز كده ايزوليت، هقول له فايل امبورت ميرج كنترول في انتر، هو كده كده اصلا بيكون في اخر فولدر انت كنت عامل له ميرج، هقول له اوبن، هقول له اول، طبعا هو بلوك في جروب واحد بالشكل ده كده. انا دلوقتي بشتغل اظهار خارجي تمام، فبالتالي التفاصيل ما تخصنيش قوي، بمعنى انه هاجي هنا هفتح الجروب ده، محتاج افتح كل الجروبات اللي جوه بعض، فهقول له اوبن وهبدا اقول له محتاج امسك كل الاجزاء اللي هنا دول كل دول، وبعدين هاجي بالت الغي الستاير بس، فبقيت ماسك ايه، بقيت ماسك كل الاجزاء العلويه اللي في الستاره اللي هي المجرى بتاع الستاره، اعمله ديليت. كمان مش محتاج الجزء اللي هو الاسود ده حاليا، مش محتاجه، ده الجزء الشفاف اللي بيبقى في الستاره وده الجزء سوليد في الستاره. ممكن اخد، ممكن ارجع كنترول زد، مش محتاج ده مثلا، وهبقى محتاج ده، مش عارف يعني الشبابيك عندي طوليه شويه ما فيهاش مشاكل، ممكن خلينا نمسح ده خلاص. اوكي هناخد بس دول اللي هي القطعه دي والقطعه الشفافه دي، ممكن افردها شويه. السكيل بستخدمه بس في الحاجات اللي ما ياثرش فيها السكيل، بمعنى ايه، لو انا عندي فرنتشر ما اقدرش اعمل لها سكيل، لازم اعدل فيها مانوال كده بالايديت بولي وادخل اعدل في حجمها. السكيل دايما بيبوظ النسب، لو نباتات مثلا او ستاره او سجاد مفيش مشكله بعمل له سكيل، غير كده اي قطعه فرنتشر ما ينفعش اعمل لها سكيل، فانا محتاج اعمل سكيل. طبعا انا لما هعمل سكيل دلوقتي الجزمو اللي هو الاكس والواي والزد ده اللي انا بمسك منه البلوك هو موجود بعيد عن البلوك، فلما هاجي اعمل سكيل الدنيا بتبوظ مني، فبالتالي هروح على قائمه هنا اسمها قائمه هيراركي اللي هي التالتة دي، لو وقفت عليها شوية هيقول لي هيراركي، هقول له افكت بيفوت اونلي وهقول له سنتر تو اوبجكت، يعني حط البيفوت بتاعي في السنتر بتاع الاوبجكت، بعد كده هلغيها تاني وهرجع لكرييت. اقدر دلوقتي اعمل سكيل بالعرض بالشكل ده كده، ممكن بس عايزه سنة بسيطة كده. كمان الستارة دي محتاج ألمها شوية اللي هو الجزء الشفاف بالشكل ده كده، ممكن اخد ده نسخة الناحية التانية كوبي مفيش مشكلة، وابدأ بس ان انا احرك الستارة بالشكل ده كده. الاتنين دول مع بعض هقول له كلوز، هبدأ اخدهم عند اي شباك بالشكل ده، هتلاقي يا دوب الحجم ده مناسب. هبدأ دلوقتي احطهم مثلا في الجزء اللي هنا، الشباك اللي هنا، شيفت موف احطه هنا، انستانس او كوبي انا كده كده مش هعدل فيها، بعد كده هاخدهم الاتنين مع بعض كده هحطهم فوق، بعد كده هاخدهم كمان واحدة هنا. هعمل حاجة هي مش صح طبعا، ان انا محتاج كمان ده ما يكونش باين معايا ان هو شفاف، فممكن تحط ورا ستارة من دي عادي، لانه كده كده مش هيبان اصلا انت حاطط ايه، احنا هنكون بنرندر خارجي، لو انت حابب ان هي تكون باينه مفتوحة مفيش مشكلة، احنا كده كده هيكون في هنا كاسرات مش هيبان قوي ايه اللي هنا، يعني هو هيبان بقعة اضاءة كده لو احنا هنرندر ليلي. خلينا كده نجرب بيها وهي فاضية. ناخد كمان الناحية التانية الجانب التاني هنا تمام، ممكن بس عاوز على الدور العلوي وده اللي اكيد هيبان معايا، الدور السفلي ما اعتقدش هيبقى واضح قوي من السور في اللقطة اللي هبقى اخدها للجنب ده،
ممكن احط هنا واحط كذلك هنا. حابب تاخد تحت مفيش مشكلة. محتاج امسك كل الستاير دي اللي هما اللي فوق دول، تمام، الستاير بس، وكذلك اللي تحت دول. شايف بحرك موف بيحرك معايا الستاير بس. هقوله دول كلهم جروب. اوكي، لو رجعت من الايزوليت تلاقي ده المنظر بالشكل ده كده، بحيث بس يديني حياة شوية، ما تبقاش الدنيا مفتوحة قوي جوه. نبتدي ندخل السيارة دلوقتي، فممكن اقول له تي توب زد. محتاج اروح دلوقتي للفولدر بتاع البلوكات، ومحتاج كمان اروح لفولدر الماكس بتاعي. محتاج النباتات ومحتاج العربية، فبالتالي اروح للعربية بالشكل ده كده. همسك كل البيت ماب واقول له ينسخهم هنا. بعد كده هفك السيارة بالشكل ده. بعد كده برضه اروح للنباتات، محتاج برضه ادخلها معايا. افتح الفولدر بالشكل ده كده. محتاج اخد كل البيت ماب دي هفكها في الفولدر بتاع المابس بالشكل ده بالشكل ده. بعد كده هفك كمان الماكس، يبقى انا كده محتاج الاتنين دول بس اخدهم معايا في فايل الماكس هنا.